بوزيتيف نيوز خبير زين بايسيكام. اليوم نعملو تنقيزة لسيدي جديدي وين ريحة بحورات الحمامات اللي تاخذ العقل ونسمة جبل المنشار اللي ترد الروح، وين نلقاو الدوار العروسي اللي هو عبارة على مشروع قرية بربرية صديقة للبيئة. حكاية هالقرية بدأت من 2001 وين العروسي الجد حب يعمل مشروع سياحي بيئي في مسقط رأسه واللي تورثوها عليه زوز أجيال من بعده طوروه. المشروع هو عبارة على ديار أمازيغية عملوها مطعم وين نلقاو الماكلة الزمنية المحضرة من يديات نساء القرية كيما الطابونة المحمية والسليطة المشوية والكسكسي المحرحر بالهريسة النابلية. من بين الزراعات الموجودة في الدوار نلقاو الزيتون والخضرة الهندي الرومان والقمح اللي منهم يحضروا العولة اللي يستعملوها من بعد في الكوجينة متاعهم. هذا الكل مزروع بالزراعة المستدامة لا بيرماكولتور، هي نوع من الزراعات اللي تتخلط فيها أكثر من نوع من النباتات كما الغلة والخضرة والنباتات الطبية والعطرية واللي تعطي إنتاج على طول العام. والحاجة الباهية فيها الزراعة إنه لا تضر للأرض ولا للبيئة، زيد على هذا هي تحافظ على البيئة والطبيعة على خاطر ما فهمش استعمال كبير للماء والطاقة وبلاش مبيدات سامة، وحتى نفايات العضوية متاحهم كيف ما الخضرة وبقية الماكلة يعملوا بها سامات طبيعي كومبوست. وفي هالبلاصة المزيانة الشيخة ما تقفش على الماكلة، أما فما زاد الأنشطة الرياضية لزاكتيفيتي أوتدورز كيف ما ليغوندوني بين أراضي سيدي جديدي وين نتنفسوا لهواء نظيف وين النجم ونكتشفوا تاريخ الحضارة الرومانية. وكانكم مغرومين بالبسكليت فما طريق محضر بالذمة لكم. المشروع هذا عرف بالمنطقة وروج للسياحة المستدامة ورجع الروح لسيدي جديدي. بوزيتيف نيوز خبير زين بايسيكام.